هذه الشيلة إهداء من خالة العريس نورة لابن أختها حمد في مناسبة زواجه. يا مرحبا عد الكتاب عد الأقلام ترحيب في حل الطويل لنا الأشبار ترحيب ما ينعد بحروف ورقام وإعداد ما شيهان وسط السماطار وإعداد ما شيهان وسط السماطار يا مرحبا عند الكتاب عند الأقلام ترحيب في حل الطويل لنا الأشبار ترحيب ما ينعد بحروف ورقام وإعداد ما شيهان وسط السماطار أقولها بالحان وأصوات وأنغام وأكرر الترحيب بأشكال وأفكار تقولهم اللي دخيله ما يضار حمد سنين المجلة نسى الأحرار يا مرحبا عند الكتاب عند الأقلام ترحيب في حل الطويل لنا الأشبار وحمود وهادي فعلهم يشفي الأسام عيالها بالمرجلة من العرب صار وعلا مثل العالم لا شفت فيكم متغير وبناتها يلي عفيفات وشام أكنها اللقاب فاتهم بنزهار يا مرحبا عند الكتاب عند الأقلام ترحيب في حل الطويل لنا الأشبار ما قربوا درب الخطايا ولا تام نمشاهم دروب أمهم نسل الأطهار وعسى الحمد فحاول تحقيق الأحلام والرزق والتوفيق وعيالنا بريق ولا يصل رفيقي وأوجاعي ولا وتحيطه عيون الولي مثل الأسوار يا مرحبا عند الكتاب عند الأقلام يا مرحبا عند الكتاب عند الأقلام ترحيب في حل الطويل لنا الأشبار ترحيب ما ينعد بحروف ورقام وإعداد ما شيهان وسط السماطار أقولها بالحان وأصوات وأنغام وأكرر الترحيب بأشكال وأفكار تقولهم اللي دخيله ما ينظار سليل المرجلة نزل الأحرار يا مرحبا عند الكتاب عند الأقلام ترحيب في حل الطويل لنا الأشبار وحمود وهادي فعلهم يشفي الأسكار عيالها تقيمهم ذكرى تخبار فالمرجلة بين العرب صار وعلا مثل العلم لا شفت فيكم ما كانها اللقاب فاتهم بنزهار يا مرحبا عند الكتاب عند الأقلام ترحيب في حل الطويل لنا الأشبار ما قربوا درب الخطايا ولا تام نمشاهم دروب أمهم نسل الأطهار وعسى الحمد فحاول تحقيق الأحلام والرزق والتوفيق وعيالنا بريق وتحيطه عيون الولي مثل الأسوار يا مرحبا عند الكتاب عند الأقلام ترحيب في حل الطويل لنا الأشبار والمواعيد الآن وحصريا استديوهات أهم